التقينا بكم هذا المساء لنكلمكم عن نقطتين. واحدة هي ما تكلمت عنه ربما أطلت، أن ما ذكرناه لكم أن الرائد لا يكذب أهله، وما ذكرنا لكم في اليوم الأول بقينا متمسكين به وظهر رغم جميع ما تم من المحاولات أنه هو الحقيقة. أيضا أنه لم يكن بالإمكان أن تنتصر هذه الحقيقة وأن ينتصر القانون لولا أنه ما ضاع حق وراءه طالب، يعني نحن، ولولا أهمية وصمود وشجاعة وقوة شخصية موكلنا الذي رفض رفضا باتا أن يجيب على أي سؤال وأن يوقع أي شيء. المسألة الثانية اللي اخترنا نقول لكم شن هي وبعد ذلك تطرحوا الأسئلة، هي أننا كنا قد عددنا بالأمس عريضة مؤسسة واضحة موجهة إلى وكيل الجمهورية ينص عليها القانون في مادة قانون الإجراءات في مادة 58، نقول فيها ما ذكرناه من حجج ونستخلص ضرورة مسألتين. واحدة إطلاق سراح الرئيس فورا، والثانية هي وقف المتابعة في حقه لأنها لا تستند على أي أساس قانوني. البارح أطلقوا سراحه فتخلينا عن هذا المطلب لأنه تحقق. اليوم طرحنا العريضة نطلب فيها ونوضح بالأدلة القانونية أن هذه المتابعة ينبغي أن توقف لأنها لا تعتمد على أي أساس، ولأن الرجل لديه حصانة ومحصن بقوة المادة له تسمى الدستور، والدستور هو أبو القوانين. شكرا لكم و